هداف اليوم لكن مختار برضو ناوي على الهداف. مو مشكلة، العبرة في الخواتيم، لسه باقي جولة. ناويها؟ أكيد، واضحة وصريحة. ناصر الشمراني اظلم حبيبي ما اشوفك ظالم، ولا احس بجرحك وتقصيره، لاني اشوفك غير كل العالم، يحق لك ما لا يحق لغيره. ولا احس بجرحك وتقصيرك، ولا احس بجرحك وتقصيرك، لاني اشوفك غير كل العالم، يحق لك ما لا يحق لغيرك، يحق لك ما لا يحق لغيرك. اظلم حبيبي ما اشوفك ظالم، ظالم يا روح الروح. ما حد ما تسوي ما تسوي ناصر. ناصر هذا حالة استثنائية في الكرة السعودية كلها، خصوصا في جزئية الروح، خصوصا في جزئية الروح. الهلال في تسديد فواتير يعني. كيف تسدد أي فواتير؟ ما في حد يتماني، مفتوح الخط. أمرك مجاب وموطنك في عيني، واغلى علي مني وانا تحت امره، سخرت لك روحي وانا يكفيني، اكون لك واحد يساوي عمره، امرك مجاب ومطنك في عيني، واغلى علي مني وانا تحت امره، واغلى علي مني وانا تحت امره، سخرت لك روحي وانا مشجردين دائما مع جمهورنا، يعني يتكلم عن النادي الهلال، فهم كمان مشجردين معنا كانوا امس. لا باقي في البدايه، وان شاء الله راح نشجرد احنا الجمهور سوا ان شاء الله. شكرا. متعودين دائما نلعب، خاصه السابق كنا نلعب ضد جماهير، اليوم الجمهور معاك فشيء يفرق بصراحه. ودي اعيش العمر كله جنبك، الكون ما يسوى عيشة دونه، ما يسوى عيشة دونه. أنا أداري خاطرك وأحبك، بالمختصر يعني أنا مجنون، بالمختصر يعني أنا مجنون. ودي أعيش العمر كله جنبك،